مفاوضة تشكيل الحكومة تبدأ وسط تحديات مالية كارثية. البرلمان يقر قوانين جديدة لمكافحة غسيل الأموال ويعزز العقوبات الاقتصادية. اعتقال شبكة إجرامية من السوريين لتهريب البشر بعد تحقيقات دولية. الخارجية النمساوية توافق على إعادة ماريا وأطفالها من سوريا. اختفاء طفلة حديثة الولادة من مستشفى فيينا والشرطة تبدأ عملية بحث واسعة. شرطة فيينا تتعرف على مراهقين مطلوبين في مواجهات الشوارع. وأخيراً 1.5% من المناصب التعليمية في فيينا شاغرة. مرحباً بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. بدأت مفاوضات تشكيل الحكومة بالشكل الرسمي بعد أسابيع من المشاورات الأولية، حيث باشرت مجموعات العمل معالجة ملفات الاقتصاد، مكافحة التضخم، الشؤون الاجتماعية، النقل والمناخ، بالإضافة إلى قضايا المرأة والشؤون الدولية. وترتبط المفاوضات بتحديات مالية كبيرة، إذ كشفت مصادر داخلية نتائج صادمة لجرد مالي لم تعلن تفاصيله بعد، حيث وصف كاي يان كراينا من حزب اس بي يو الوضع المالي بالمحطم، مطالبا بإصلاحات ضخمة، ودعا الحزب الاشتراكي إلى زيادة الضرائب على الثروات، بينما رفض حزب الشعب ذلك تماما. وتجرى المفاوضات في قصر إبشتاين والبرلمان، مع توقعات بإتمامها بين نهاية العام ومنتصف يناير 2025. أقر البرلمان النمساوي معايير أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانونا جديدا للعقوبات الاقتصادية بدعم جميع الأحزاب باستثناء حزب الحرية. وأوضح وزير المالية الجديد جونتا مايا أن التشريع يهدف لتطبيق معايير مجموعة العمل المالي لتجنب إدراج النمسا في القائمة الرمادية التي قد تكلف الاقتصاد مليارات اليوروهات. وتشمل الإصلاحات تعزيز الرقابة على شركات التأمين وخدمات العملات المشفرة والأوراق المالية، إضافة إلى تسريع تطبيق العقوبات الدولية. وستتولى هيئة الرقابة المالية مسؤولية تنفيذ العقوبات بدءا من 2026. نفذت السلطات النمساوية عملية أمنية دولية لمكافحة تهريب البشر، أسفرت عن اعتقال 6 سوريين، 5 منهم في فيينا و1 في إنسبروك. وجاءت الاعتقالات بعد تحقيقات استمرت عامين بالتعاون مع سلطات أوروبية استهدفت شبكة إجرامية متورطة في تهريب المهاجرين وتزوير الوثائق وتجارة الأسلحة. وصادرت الشرطة آلاف اليوروهات وأجهزة إلكترونية خلال متهمات في فيينا وتيرول. وتميزت الشبكة بعنفها تجاه المهاجرين والمنافسين، وفرضها رسوم تهريب تتراوح بين 10,000 و 12,000 يورو للفرد، محققة أرباحاً تقدر ب 3.4 مليون يورو. وشاركت يوروبول ويوروجاست في تنسيق الجهود الدولية. أعلنت وزارة الخارجية النمساوية عن استعادة ماريا المتهمة بالانتماء لتنظيم داعش مع طفليها من سوريا إلى النمسا بعد سنوات من الرفض. وأكدت الوزراء أن العملية تجري بالتنسيق مع شركاء دوليين رغم التعقيدات الأمنية، مع ضمان سلامة الفريق المكلف والأسرة. وكانت ماريا البالغة من العمر 27 عاماً قد انضمت للتنظيم عام 2014 واحتجزت مع طفليها منذ 2019 في شمال شرق سوريا. وأفادت محاميتها دوريس هافيلكا بأن القرار يشمل إعادة الثلاثة معا، حيث سيقيم الطفلان مع أجدادهما في سالسبورغ، فيما ستواجه ماريا محاكمة بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. بدأت الشرطة في فيينا عملية بحث كبيرة في مشفى الحي العاشر بفيينا فافوريتن بعد اختفاء طفلة حديثة الولادة من وحدة الأطفال في المستشفى. وفقا للمعلومات الأولية،
اكتشف الاختفاء من قبل أحد أفراد الطاقم الطبي، واستخدمت الشرطة كلاباً بوليسية تتبعت الأثر بقرب من حاوية نفايات إلى أن النفايات كانت قد تم جمعها بالفعل. وتسعى السلطات حالياً للعثور على سيارة جمع النفايات التي قد تكون مرتبطة بالحادث، كما يتم تفتيش جميع المركبات المغادرة للمستشفى بشكل دقيق. الطفل المفقود لا يزال في أيامه الأولى، والأسباب التي جعلته في المستشفى لم يتم الإعلان عنها بعد. أعلنت شرطة فيينا أنها تعرفت على جميع المراهقين المطلوبين في قضايا المواجهات العنيفة بين مجموعات شبابية من ذوي الأصول المهاجرة، حيث سلم 5 منهم أنفسهم بعد نشر صورهم، بينما تم التعرف على 2 آخرين بفضل معلومات من مصادر. المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً التزموا الصمت أثناء التحقيقات، ويشتبه بتورطهم في هجوم وقع في يوليو في مادلينغ استخدموا فيه أسلحة حادة وعصي. وتعود سلسلة العنف إلى يونيو، حيث اندلعت اشتباكات بين مجموعات شيشانية وسورية وأفغانية. والشرطة التي حددت هوية 33 متورطاً سابقاً واصلت التحقيقات في هذه الأعمال التي أسفرت عن إصابات خطيرة. أعلن مستشار التعليم في فيينا كريستوف فيداكيا أن حوالي 1.5% من المناصب التعليمية شاغرة حالياً في العاصمة النمساوية، مشيراً إلى أن هذا المعدل مماثل لما هو موجود في المؤسسات الكبرى. وأوضح خلال جلسة البرلمان أن 16.528 ألف معلماً يعملون في فيينا، وتم توظيف 1600 معلم جديد مع بداية العام الدراسي رغم استمرار الشواغر بسبب التقاعد والإجازات الطويلة وارتفاع الطلب على العمل الجزئي. وأكد فيداكيا أن التوظيف متواصل، حيث سيتم الإعلان عن 271 وظيفة جديدة في نوفمبر الجاري، إضافة إلى فرص أخرى في يناير وفبراير المقبلين. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق انفراد على هواتفكم. كنت معكم أنا ريم أحمد، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.